طيب كيف ينظر أهالي يبرود إلى هذه الدعوة للتصويت في الاستفتاء؟ أهالي يبرود قرروا الخروجي ضد هذا النظام الباهت، لم يقرروا الخروج بعوده ولا يريدون المشاركة في هذه المسرحية الهجمية التي سميت بالاتفاق على الدستور. فإن الدستور ولم يطبق سابقا ولم يطبق لاحقا، لا القديم ولا الجديد. هذا النظام ليس لديه إلا دستور أمني وحل أمني. أخذ خياره وانتخب. والشعب عندما لم يخرج بتيار، هذه رسالة إلى المجتمع الدولي والعربي. نحن الشعب السوري عندما قررنا الخروج لم نخرج بتيار، حتى لو دخلوا يعطينا بالمهن مهدة اليوم مهدة. فنستمر في ثورتنا ثورة أحرار القرار. شكرا جزيلا لك من يبرود، الناطق الإعلامي باسم مجلس